مسلسل زلزال بتاع محمد رمضان، وفي مسلسل تاني ولد الغلابة بتاع احمد السقا. مسلسل كلبش الجزء الاول الحلقه الاولى، الجزء الثالث هو مفيش غير كلبش. والله بالنسبه للزوجه 18 وكان يعني بيعيد افلام قديمه كوميدي فالى حد ما فبيضحك شويه او بيبعد عن الملل شويه. مسلسل ولد الغلابه لاحمد السقا يعني. والله ولا مسلسل، انا متابع في رمضان البرامج الدينيه والقران الكريم. ولد الغلابه بتاع احمد السقا، وفي ابن اصول بتاع حماده هلال. كلبش جميل جدا، كلبش جميل حلو، ومحمد رمضان حلو. لو هتابع ممكن اتابع كلبش. الواد سيد الشحات دي بسمعها، بسمع تمثيليه الزوجة رقم 18. مسلسل زلزال بتاع محمد رمضان. في كلبش، في سوبر ماريو كويس، في لمسة أكتاف كويس.